طول عمري باكل مكرونه يعني ممكن ميكس تشيز ماشي، لكن بيف بيكون مع ميكس تشيز ده موضوع كبير، وهي لا اتعملت ولا هتتعمل بعد كده، لان عندها دي ايه 1 2 3 4 انواع جبن مع زبده مع كريمه لباني توم باودر بصل باودر ودراي بيف او بيكون او بسترما او سموك تركي وتيفر، يعني اكله فيها ظلم وافتراء. يبقى عندي قرع عسل بالبيف بيكون والبسترما او بسترما، مكرونه مسلوقه وجبنه موزاريلا مبشوره، بارميزان مبشور، كريم تشيز، لوكفور، زعتر فريش، بصل وتوم وكريمه لباني، مكعب مرق زبده او زيت، ملح وفلفل بهارات وبصل بودر وتوم بودر. مش بقول لكم البدايه ان هي فيها افتراء وظلم، مش مصدقني المخرج. تعالوا نخش على البيف بيكون او بسترما او دراي بيف او سموك تركي. ما بنحبش نعقد الامور كده. طيب عندي الزبده، وطبعا اهم شيء بالصلاه على النبي نصلي على الحبيب اهو. بحمر انا البيف بيكون، عايز احمر البيف بيكون ده او البسترما او الدراي بيف او السموك تركي وات ايفر زي ما انتم عايزين. الله يا بلادنا الله. نفس الطاسه فيها بصل مكعب مرق، يفضل نخف ايدينا من الملح في الاكله دي. طيب قوم بقى ايه، نيجي على القرع اهو ونصلي على النبي. والله يا بلادنا الله. عندي سيليكشن اوف تشيز، سيليكشن اوف تشيز عندي هوت ووتر، كده ادي كمون، بهارات، توم باودر، بصل باودر. انا قلت خلي ايدينا حساسه في حته الملح. دي كريمه لباني حبيبي يا رسول الله. دي جبنه برمزان، جبنه الكفور، جبنه كريمي، مش بقول لكم ظلم وافتراء ومش مصدقني. والقرع لما استوى قال لي الخيار يا لوبيا. ماشي، شوية لبن يا ابني ولا حبة ملك.
الله يا بلادنا الله. ونجيب حبة الهوت ووتر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. هم الله الله. ايه يا ولد ده؟ ايه اللي انت صلاة النبي عليك يا دكتورة، جاهزة انتي؟